فزع. هذا يكشف الدكتور أيمن نصري أحد أطباء المطوعين في المركز الوطني لإيواء المصابين بفيروس كورونا في ولاية المسير. الأطباء بالمركز لم يتحصلوا على أجورهم منذ 5 أشهر، وقال اللي هم انطلقوا في العمل بشكل تطوعي لكن تم فيما بعد توقيع عقود، عملوا دي كونترا. وأكد الدكتور نصري وجود إنهاك مضاعف للأطباء جراء ظروف صعبة بمركز كوفيد 19 في المسير وعدم حصولهم على مستحقاتهم الخاصة، وخاصة أن عدد منهم لم يغادر المركز عنده 5 شهور مفسخة. شوف والله لا صدقني ساعات بون نحب نقول مقارنة للتجوز، لكن بالنسبة لي أنا في بين الدول اللي معناتها باش نحكي باش أنا باش نقارن بفرنسا، ما هو ديما احنا فرنسا تونس فرنسا زادوهم فرنسا ديما هاو هاو جايك، ما هو ديما احنا عندنا ثنائية ازدواجية فرنسا تونس. فرنسا شفاها وتونس شفاها، وهم عملوها ما عملناش، هاو ملح هاو بترول هاو وما إلى ذلك. نشوفوا فرنسا شنو عملت مع الأطباء نتاعها والجيش الأبيض نتاعها، زادتهم في زيادة وإمكانيات كبيرة، زادوهم 180 أورو في الشهر ولا ما 180 أورو. احنا في تونس عنا 5 شهور مش خالصين، ما روحوش ديارهم، ناس معرضة روحها للاختر مهمة إنسانية، ويعطيهم 1000 صح وعلى ريوسنا من فوقهم، لكن دولة كيفاش تتصرف؟ كانوا متطوعين من الأول راهو صدقني توز احنا تو عنا احنا 5 شهور واحنا جنود وجيشنا الابيض ومتجندين، والدولة تحكي ووزير الصحة يحكي والكوادر نتاع الوزارة تحكي ورئاسة الحكومة تحكي، هي من بعد طلعوا مش خالصين. كيفاش معناتها كيفاش؟ والله صدقني ساعات تسمع حاجات في تونس تقعد بهت تقول ما الله العظيم ما فهمتش انا هالدولة هذه كيفاش تمشي، كيفاش هذو الناس عندهم 5 شهور معرضين رواحهم لخطر، مصيبين عائلاتهم الكورونا، شوف شنو قاعدين يعملوا في السونتر هذاك، لهين بناس مصابين بالكورونا، واجب انساني واجب وطني صحيح، لكن يا اخي عندهم لازمهم مستحقات، لازمهم عندهم مستحقاتهم، عندهم مستحقاتهم، عندهم عائلتهم راهم عايشوا فيهم يوكلوا فيهم ويصرف عليهم وغيرهم. نقطة تعجب كبيرة معناتها كيفاش تصدمت انا كريت الخبر بالحق، اخر حاجة كنت توقعها اخر حاجة كنت توقعها معناتها انت اليوم عبارة عندك عسكري في الجبهة تاع القتال ومش خالص ومخليها كيكة ومخليها كيكة معناتها ما هي كيفاه مش معقول معناتها الحقيقة. أمين هذه هي نحبوها سباقة وجرية وما تاكلش الشعير، نحن نحبوه يضحي وخمسة شهور وما نعرف شنو في الاخر حتى حق ومعناه ما بقى حتى خلص، معناه كنا ما قلناش زيادة نحن لهنا كنا ما بقى حتى خلص 5 شهور ما خلصوش. انا واحد من الناس من اكثر الحاجات اللي ما يقبلهاش المخ، معناها عالم كامل نتصور انا عالم كامل رام كيفاش تعاملوا مع الإطارات الطبية متاعهم، وعالم كامل كيفاش حتى في السبور مروة ريتم بعد ما رجعت الكرة نحن الوحيدين يظل مش من الوحيدين، فما ممكن بلدان أخرى مش من نجمعش برشا بطولات حطوا مثلا على المراول متاعهم شكرا لوزارة الصحة متاعهم كل واحد باللغة متاعه. نحن ممكن نكل عطيناهم الهلمة الكبيرة كل وكأني بها في الموجة الأولى طيب مش نرجع في الموجة الثانية، معناها عيب عيب كبير برشا والله عيب، معناها ناس ضحات مش ضحات بحياتها ذي وبعائلاتها، رأى الناس وصلت ما تشوفش عائلاتها ما تشوفش صغارها مضحية معرضة روحها للخطر في الاخر يلقى روحه ما يخلصش بنا مجهود باش يرجع لك من اول وجديد كيف باش نجم كم مش حدا باش يرجع من اول وجديد. انت المره الاولى ما قرينا وكاني ما قريناش حساب الموجه الثانيه ولا بزاره شنو حدا كان فماش موجه ثانيه نقلبهم في الموجه الاولى مش ما قريناش حساب معناها يلزمك تقلبهم، قلت لك بزار معناها تو هاي كيفاش في الموجه الثانيه كيفاش به نمشيو للحالات اللي تم تسجيلها البارح. ديما نحكيو على الحالات المحليه لدرجه ولا صحه بسوسه سجلت عدد 4 حالات اصابه جديده بفيروس كورونا منها جوز اصابات جديده محليتين ترجع لزوجه المتوفي اللي عنده نهارين، المتوفي للشيخ اللي ظهر الاصيل القيروان المقيم بمستشفى بسوسه بعد تبين فيما بعد اللي هو مصيب بالكورونا، دونك وخو ومرته طلعوا عليهم دونك مصابين بالكورونا ربي يشفيهن يشفيهن يشفيهم ربي يشفيهم. اضافه الى اصابه محليه ثالثه لشخص مقيم
توا بقسم الأنف والحنجرة بمستشفى فرحات حشيد، وين تم الاشتباه في حالته اللي باش تصدر النتائج نتاعو اليوم وتكون إيجابية وحاملة للفيروس. وتم تسجيل حالة رابعة لحالة وافدة لشخص مقيم بأحد نزول بسوسة توا. شوف اليوم خاصة اليوم بعد الندوة الصحفية وغيره مع تفهم راهو بالحق الوضع اللي هو صعيب شوية اليوم، خاصة تو مثلا تم تصاور على وسائل الإعلام العشية على مدينة الحام بعد الحالات الحالات الإيجابية اللي تشوفوا اليوم مدينة الحام كيفاش فارغة. ما نصورش كان خاطر السخانة، نعرف أوكي سخانة، أنا نعرف درجات الحرارة مرتفعة خاصة قائلة وما ساعتين ولا ما ثلاثة القائلة، لكن تصور زادة في علاقة بالكورونا. أنا شنو نقول؟ نقول الحذر واجب، والحذر هو اللي نجم يمنعنا ونطلب الشفاء للناس كله. أكيد إن شاء الله ربي يشفيهم الكل. أمين ربي يشفي المصابين الكل، وإن شاء الله ما تزيدش تتفاقم الحالات، خاطر بالحق ولينا نشهدوا في حالات كبيرة برشا، شرتو في جابس البارح رقم مفزع 28 في حالة محلية في نهار نحكي في 24 ساعة رقم مفزع. نشوف القروان زاد أرقام كبيرة، سوسة بوم بدينا نسجلوا في حالات في بعض الولايات. ان شاء الله ان شاء الله ما يزيدش يكبر العدد، وان شاء الله نتجاوزوها الفتره هذه. هذا بك حكيت على جيبس البارح اللي سجل 28 حاله اصابه، حاله اصابه محليه بفيروس الكورونا. اليوم جمله من القرارات من بينهم الغاء صلاه الجمعه هذيا اللي قرروا البارح مساء البارح الثلاثاء لجنه جهويه قادته بيتو لمواجهه فيروس كورونا بولايه جيبس لمتابعه الوضع الوبائي بمنطقه الحامه. بعد تسجيل 28 حالة إصابة قالت اللجنة خلال اجتماعها اللي أشرف عليه المعتمد الأول للولاية إلغاء أداء صلاة الجمعة بجوامع الحامة والحامة الغربية، غلق كل دورات المياه بجوامع والمساجد، إلى جانب إلغاء كل رحلات ترفيهية والسياحية من وإلى الحامة، وكذلك السفرات باتجاه كل الشواطئ بوسائل النقل العمومي المنتظم وغير منتظم، منع كل تجمعات الاحتفالات والأعراس والاختصار أفراد العائلة المضايقة بالفضاءات العائلية المفتوحة، هذا إلى حين إشعار آخر. وأكدت اللجنة أنه يمنع على كل أصحاب المقاهي والمطاعم المتواجدة بالحامة والحامة الغربية السماح للحرفاء بالجلوس في الفضاء التابع لهم والاقتصار على خدمة البيع فقط. ودعت كافة الأهالي والمتسكنين للتقيد بالبروتوكول الصحي وتجنب التنقل من إلى الحامة والحامة الغربية بدون موجب. هو الإجراءات عادي عادي عادي، لازمك تاخذ اجراءات. انت اليوم عندك 28 حاله محليه وما تدش 37 انتو جمله 27 جمله 37 راهو نورمال باش تاخذ قرارات كيما هكا، وقرارات باش تكون صعيبه. وهذا شنو هو اللي ما نحبوش نوصلوا له في تونس الكل، يعني قدر الله كان يزيد انتشر الفيروس في تونس كل باش تولي مشكله. معناتها باش تولي هذوما قرارات معمره تونس كامله، راهو معناتها ما تشملش الحامه فقط. أمين ربي معاهم في الحامة، وقرارات متوقعة معناها بيان سور كي تكبر العدد 37 راهو في ظرف صغير، راهو مانيش نحكيو معناها مدة كبيرة، ديجا 28 في نهار معناها حتى كان ما جاتش فما حتى حالة قبل البارح وسمعنا ب 28 في نهار صارت القرارات هذي، معناها يلزم تصير القرارات هذي. أنا مع القرارات وأزيد إن شاء الله قرارات تكون وقائية أكثر في المستقبل. فوالا دونك ان شاء الله ربي يسترهم، مش الحام هكا ويستر تونس كامله، على خاطر قاعدين نسجلوا في حالات باغتو. حتى نحكيو زاده على تطاوين، زاده سجلت حاله اصابه محليه جديده وارتفاع اجمالي الاصابات بالجهه الى 49، سوسه صفاقس وغيرهم. اجراءات وقائيه جديده متعلقه بتطور الوضع الصحي هذا اللي اصدرته وزاره السياحه المره هذه. من بعد نعملوا طله ولا على اهم النقاط اللي جات في الندوه الصحفيه اليوم لوزاره الصحه. دونك بالنسبه ولا تبقى لقرار حكومي المؤرخ في 11 اوت المتعلق بتطبيق اجراءات صحيه ووقائيه جديده في طار توقي من انتشار فيروس كوفيد 19، هذا بلاغ نحيطكم علم ان هذه الاجراءات الجديده لا تشمل المسافرين القادمين على متن الرحلات السياحيه الغير منتظمه القادمه من بلدان مصنفه بالفئه البرتقاليه، وتشمل اجراءات جديده هذه الوفدين على متن الرحلات المنتظمة القادمة من بلدان مصنفة بالفئة البرتقالية في إطار رحلات منظمة، مع التأكيد على جميع الوفدين عبر هذه النوعين من الرحلات سيخضعون وجوبا للبروتوكول الصحي الخاص بالقطاع السياحي داخل مختلف المنشآت السياحية المصادقة عليها من قبل وزارة الصحة، وكذلك طب الشغل التابع لوزارة الشؤون الاجتماعية بلغ الأخراني لوزارة السياحة. حكينا فيه على الرحلات المستثنية من القرارات اللي كانوا تصدروا في الأمر الحكومي أو في القرار الحكومي اللي عنده نهارين نذكر كنا حكينا عليه، اللي يضم كل من فرنسا
ايزلاند ايزلندا وبلجيكا فوالا اللي ولاو حتى صغار اقل من 12 سنه معنيين بالحجر وبالتحليل بعد ما كانوا صغار مستثنين من الاجراءات هذوم. ديما نقولوا نعاودوا معناتها نعاودوا نقولوا الاجراءات راهو ديما تجي تباعا ومربوطه بتطور الوضع الوبائي في تونس. الوضع الوبائي اليوم في تونس ماهوش نفسه تاع شهر التالي تبد اليوم ما عادش غادي نساعدوا هذا اللي بيقول لي الوضع الوبائي اليوم راهو عندنا فوق 900 حاله في تونس حامله الفيروس دونك مش اي ماهوش كارثي وماهوش زاد عاد هو الكارثي قد سجلنا من حاله في البيريود هذيا اي فوالا اي معناتها شنو نقول انا نقول انه ان شاء الله نتعداو المرحله هذيا على خير راهو الوعي لازم نقولوا الوعي ما عندناش حتى حل اخر معناتها راهو باش ان تتعدى لباس ومع القرارات مع ارتداء الكمامات الاجباري وما الى ذلك نتعداوها بقدره ربي وان شاء الله ربي يبقي يستر على بلادنا. أين تعليق فيسا ونمشي للندوة الصحفية لوزارة الصحة؟ أي ليه بون كما كنا نحكي مادام العدد تزيد مادام الإجراءات باش تزيد باش تساعد أكيد معناها كي زادت الحالات باش تزيد القرارات وهذايا منطقي وإن شاء الله يتم التقييد به. مدير العام للصحة اليوم في ندوة صحفية انعقدت صباح اليوم حول التحيينات الوضع تحيينات الوضع الوبائي في تونس قال لي المرحلة الحالية صعبة تتطلب تكاتف الجميع لتخطي الأزمة وشدد على استعداد وزارة الصحة وجاهزيتها من أجل تمرير رسائل طمأنة للمواطنين. ما حشش برسائل طمأنة حشنا بقرارات توقف انتشار الوباء هذايا حاشنا مواطن واعي زاد على خاطر اليوم قرارات وحدها ما عندها ما تبدل بالطبيعة وما نجم هو ما نجم يعني يخلي الفيروس هذايا ما ينتشرش الا المواطن صحيح. المواطن هو المواطن اللي يطبق القرارات معناتها هي ديما في علاقه ثنائيه معناتها عندك قرارات المواطن يطبقهم مواطن واعي ما يحبش ما يتمناش معناتها انه الفيروس لا لا, لا لي هو لا لغيره لا القريب عليه دونك وقتها تتعدى الازمه لاباس بهمين بون ان شاء الله نحن ديما في كله مربوط ببعضه مره راني نحكي على الوعي اكثر نتاع المواطن اكثر منه من قرارات الدوله يعني قرارات الدوله اوكي تضيف لها وعي المواطن تساوي علاج من الكورونا عندي انا قرارات تكون منطقيه ومقدور عليها وعي نتاع مواطن يكون كبير دونك نتعداها كما تعديناها المره الاولى به نحكيو على مدام نساف بن علي المدير العام المرصد الوطني للامراض الجديده والمستجده اليوم خلال ندوه صحفيه قالت حول الوضع الوبائي في تونس انه لا يمكن العوده للحجر الصحي الشامل في تونس لدواعي اقتصاديه واجتماعيه واكدت قالت على ضروره اتخاذ الاحتياطات اللازمه ومواصله التقيد باجراءات الوقائيه والبروتوكول الصحي وتفادي التجمعات الكبرى حتى نتمكنوا من السيطره على انتشار الفيروس تزامنا مع عمليه التقصي النشيط ديبيستاج ماسيف اللي قاعده تقوم به وزارة الصحة اليوم لا مجال ان نرجعوا للحجر الصحي الشامل هو حتى الدولة في العالم نتصور كانت مش ترجع للحجر الصحي الشامل خاطر اقتصاديا شفتوا الاوضاع معناتها كيفاش تدهورت في تونس وحتى في مناطق اخرى من العالم انا نقول لا قدر الله معناتها في متابعة الوضعية الوبائية حتى كيفاش يسكروا ممكن تسكر بلايص معينة لمدة زمنية معينة لحين معناتها يصير التقصي السريع باش نحصروا على الاقل الاماكن اللي ممكن تنتشر فيها اكثر عدوى هذا لا قدر الله هذا لا قدر الله يصير ان شاء الله ما يصير بالمدن او بالولايه أو بالمناطق خلينا نقولوا بالمناطق كيما صاير تو في برشا بلدان في اسبانيا في فرنسا كيما تشوف تو مثلا الحامه ديجا سكروا حد تشوفها فارغه تو الشوارع نتاعها وكذا تفهم انه الوضعيه غير عاديه ان شاء الله ما نوصلوش للمرحله هذيا وما نرجعوش للحجر الصحي الشامل خاطر اقتصاديا مش كلفنا برشا شكون كان رجعنا الحجر الصحي الشامل مش يكون الكاو يعني مش ما نكونوش قادرين اي مش ما نكونوش مش نكونوا من معناها ما نقولكش بها متشائمين مش تشيء ما زي منطق معناها الناس نحكيو بالمنطق ويظهر لي الناس كل واعيه انه اي ضربه اقتصاديه اخرى للبلاد ممكن تكون ضربه قاضيه خاصة راهو اقتصاديا تعرفوا مروه يأثر اجتماعيا. اجتماعيا يا اخي تشوف يا امين في التصريحات يقول لك انا هكا نحكي على تونسي اللي على قد ما في حالوش يقول لك انا هكا ميت وهكا ميت جو بريفير نموت بالكورونا ما نموتش بالجوع. اي شو باش تجيبوا تونسي تو؟ ماهوش لوجيك. كلام لا كلام ايش نقول لك امين؟ لان نجم نحس بهم الناس هذوما.
معناتها نجموا نحسوا بهم مانيش عايشين في بلاصتهم. لا انت تنجم تحس بهم، لا علي، لا حتى واحد هوني. اليوم فما ناس كان ما تخدمش ب 2000 و 3000 ما تاكلش راه تبيت جيعانه. وفما اولادها ناس عندها اولاد تدبر في باكو الحليب باش تشرب ولدها الحليب ولا يغورت ولا. الناس هذوما يقول لك انا كان ما نخدمش كان ما نموتش بالكورونا باش نموت بالجوع راه. دونك ما نجمش نجاوب ونقول لا واضح هو الاقتصاديه هو المراه ما نجموش نرجع. لا نحكي على فئه عليم الشعب راهم برشا موجودين معانا. انا قلت لك ما نجمش موجودين خاطر حكيت معاهم. معناتها ما تجمش تقول لهم شد الدار توا ما تخدمش خاطرك ما تجمش تقنعهم. اي فما منطق من منطق راه فما منطق يقول لك راهو زاد مش منطق نموت بالشر نموت بالكورونا ما نموتش بالشر. معناها انت كي باش تموت بالكورونا راك باش تموت معاك برشا زاد ماهوش لوجيك. راه الكورونا ماهيش معناها حاجه عدوتها سهله منتشره برشا. دونك خلينا نكونوا نحن زاد شويه هي جمله اون فيت اي كلمه اي تعبير مجازي تعبير مجازي فهمتك فهمتك اي اما زاد راهو كان انت تتفادى الكورونا تو بقدره ربي نتفاداو الجوع ان شاء الله. معناها كانت فداو الموجه نتاع الكورونا تو نرجعوا نخدموا نرجعوا الناس كل تتحرك الاقتصاد تاع البلاد ويرجع اجتماعي الوضع يتحسن. وقد ما نقيدوا بالبروتوكول الصحي وقد ما ردوا بالنا قد ما المده تقصر ونرجعوا حياتنا الطبيعيه راهو ذي كل بيدينا. اليوم بلوتو نهار لحد العشيه وصل الى مطار نفيذه الحمامات الدوليه طائره قادمه من ايطاليا على متن 20 تونسي من المهاجرين غير نظاميين تم ترحيلهم. هذا اللي ذكرت المديره العامه لشركه تاف تونس. دونك كنا حكينا على ترحيل التوانسه ولا اللي باش نبداو رحلوا التوانسه ولا المهاجرين غير نظاميين من ايطاليا يظهر لي هذايا الدفعه الاولى خلينا نقول. خاطر ثم اتفاقيه صارت اما الاجراءات الناس اعطيناهم حبل كتفونا به هذاك هو اللي صار. معناتها انا مش هوني علي الاجراءات هذوما جايين من ايطاليا. أي. ايطاليا فيها كورونا مش طبق عليهم كيما عباره جايه من هو جاي من ايطاليا بالطبيعه. معناتها اون ديغي جاي في فواياج مو جاي مرحل ولا دخل هذاك في ذاك. الناس تقول لك ليش باش عملوا لهم مش طبق عليهم الاجراءات الصحيه معناتها كيما باقي الناس اللي تجي في تونس. معناها باش تكون نفس الاجراءات نتصور ماهيش باهي. نختموا بخبر باهي ان شاء الله وان شاء الله يطبق الاخبار هذه اليوم. لا بعيد عن الكورونا نحكي على مجلس وزاري المصادق على الامر الترتيبي الخاص بتنظيم نقل العاملات في الحياه سنوات طويله مثلا. هذه حاجه مهمه على الاخر ونعرفوا شنو صار للعاملات معناتها صحيح وقد خسرنا قريه كامله وسائل النقل وكيفاش يطلعوا في كرهبه وتلقاهم من تالي قراب لبعضهم الناس الكل. هذا مهم هذا اللي لازم يصير. هذوما القرارات العاجله اللي تنجم تنفع بالحق المواطن في حياته اليوميه وفي حياته العاديه وقت اللي يخرج المراه كي تخرج 5 نتاع الصباح ولا 4 نتاع الصباح من دارها باش تمشي تخدم الزيتون وتخدم الفلاحه وتخدم باش توكل صغيراتها وتلقاها طالعه في كرهبه من تالي ولا قدر الله يصير حادث وصار ديجا راكم شفتوا شنو اللي صار. دونك هذوما كان تلفتوا لهم بالحق نكونوا عملنا حاجه ليهم هما. اهم ممكن من اهم القرارات اللي محليهم عندهم مد بالحق راه ديما راهو نحكيو على المرأة الريفية الكاتحة، المرأة الريفية اللي تناضل، المرأة الريفية اللي تفيق هي الأولى في دارها باش تمشي تجيب قوت صغارها وقوت عائلتها، لكن ما غير ما نوفروا لها الظروف. معناها ياما حوادث صار وياما نساء مشاو وياما حتى صحيا راهم يتضروا ماك البرد اللي يفيقوا فيه في الصباح والواحد امراض تولي مزمنه من بعديك اللطف عليهم. دونك ان شاء الله يوفروا لهم ظروف باهيه وماكي هما قاعدين يكتحوا قاعدين يناضلوا خليني نقول يناضلوا باتم معنى الكلمه نساء هذوما. دونك ما نوفروا لهم المينيموم نتاع ابسط حقوقهم ابسط صحيح ابسط حق لا راهو هذايا مش معناها مزيه ابسط حق نتاعهم احنا قلنا بغافو ينجموا ياخذوه انه يتنقلوا في ظروف طيبه صحيح كي انت ماكش نجم توفر لهم عيشه طيبه وكرامه وغير توفر لهم نقل يدي بربي. ثم جوست ملاحظه معناتها على اللي يسمعوا فينا توا المتواجدين في اطرود تونس الحمامات ردوا بالكم شويه لو ثم حريق تاع حموله نتاع تبن في عطل شويه حركه المرور. ثم تعطلت برشا حركه المرور مش شويه الحقيقه في اطرود تونس الحمامات. دونك ردوا بالكم الناس الكل. بي دونك شو نقول لكم ان شاء الله ربي يسترنا ان شاء الله ربي سيستر ويحكم الناس اللي في الاوتوغوت. احنا راجعين شويه اخر في ساعتنا ثانيه قبل نسكر ونرجع نبقى ساعه.
جيم جيم با رجعنا في ساعتنا الثانية مكملين مع آخر الأخبار المستجدات متابعة زادة.